حيث وجه عدد من الرعايا الأجانب الشكر لمصر على تسهيل عودتهم من قطاع غزة عبر معبر رفح. احنا الأردنيين طلعوا أسامينا نسافر، قالوا بنحضر لكم سيارة توديكم المطار، من المطار تاخذنا على عمان. من الأردن هذا الكلام. بقى لك قد ايه تقريبا الناحية الثانية من المعبر؟ لا مش كثير، مش كثير الحمد لله. بقى لك قد ايه؟ من الصبح والله الحمد لله، من الصبح. الحمد لله من الصبح. الإجراءات وأنت جاي خدت معاك وقت؟ قول لي كده إيه اللي طبعا حصل معاك؟ من الصبح، من الصبح الإجراءات. من الصبح؟ من الصبح. كانت سهلة يعني؟ الحمد لله يعني مش صعوبة خالص. مش إيه؟ مش صعوبة لا عند الفلسطينيين ولا عند المصريين. الحمد لله. وفروا للمصريين السيارة هذه أطلعوا اللي فيها. طيب الحمد. أنت لوحدك بابا ولا معك؟ ربعي وجماعتي موجودين. ما قلت لهم أنا بدي أطلع برا وأنتوا الحقوني، قالوا له طيب. جايين دورهم ولا لسه؟ لا خذوا قهوة وياهم كل حاجة. كل حاجة. أنت جاي معاك حاجتك ولا جاي لوحدك؟ هي حاجتي. هي. شنطتي هذه بس. تقدر تقول لي الوضع هناك عامل إزاي بالنسبة لكم أنتوا كمتواجدين؟ الوضع صعب. يعني بقول لك في اليوم بنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في اليوم مش أقل من 100 مرة بالشهادة على أنا بنسمعه من اليهود والطخ والضرب. رسالتك إيه طيب؟ لا يحس بالناس الغلابة اللي قاعدين مساكين، لا هم قد لا في مية ولا كهرباء عندهم. طب إيه رأيك في المجهودات اللي مصر عملتها في كل الحياة الإنسانية؟ الحمد لله. الحمد لله. والله الله يا الشعب المصري انه اصيل. ايش يا اخوان في غزه ما شفناه في الحياه، دمار شامل، دمار شامل. شعب غزه دمر دمار شامل، اللي تحت المباني مرمي اكثر من اللي استشهدوا لسه، ما حد عارف اللي له. والله بنشم ريحه الموتى واحنا متبلعمتها جنبها تحت العماير مرميين. وكل الشكر يا عمي لحكومه مصر ولشعب مصر، وشعب مصر والله اعظم شعب. ما فيش علاج، ما فيش اكل، ما فيش شرب، ما فيش نوم، المدارس مليانه، الشوارع مليانه، كله في الشوارع الناس، كله كله ما فيش. والزبايل والبيئه كلها صارت زي الزفت، كلها يا دمار. غزه نحت غزه ما حت المزه. الله يكون بعونها، الله ينصرها يا رب، الله ينصرها. نوجه لرب ايش نحكي، المسؤولين والمسؤولين، ما فيش ايش نعمل، رب العالمين هو واقف معانا بس. وانتم ان شاء الله الله يشكركم ويعطيكم الصحه والعافيه ويعطيكم الف عافيه يا رب. انكم تحت لنا المعبر وروحنا لاولادنا، وفي غيرنا وفي غيرنا وفي غيرنا، بس ايش نعمل؟ هذا حظنا في الدنيا. رسالة شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونأمل انه يسهل عملية المعابر زي ما صار اليوم. الأخوة بالجوازات ما قصروا، كل شيء كان تمام، وخايفين من التعب، كانت صراحة أمور طيبة. ونشكر وزارة الخارجية الأردنية اللي هي سهلت في أمور سفرنا.